مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كل يوم كتاب. اليوم رح نحكي عن كتاب ليروبو للكاتب الروسي إيزاك أسيموف. نشرت قصة ليروبو سنة 1950، وتعتبر هذه القصة من بدايات القصة اللي استعمل فيها الكاتب الآلة تحت خدمة الإنسان. ولكن ماذا لو كانت هذه الآلة تحولت لشخص عم يخدم الإنسان ويسيطر عليه، وبيتحول هذه الآلة إنه يصير عنده مشاعر وأحاسيس؟ إيزاك أسيموف يلي هو خلقان سنة 1920 وتوفى سنة 1990، هو كاتب روسي ولكن كان ساكن بأمريكا، وهو يعتبر من أوائل الكتاب اللي استعملوا العلوم بقلب القصص والروايات، وهو يعتبر من أهم الكتاب يلي استعملوا كل التقنيات والتكنولوجيا بالروايات. ودائماً نعتبر أنه هذه الرواية من أهم ومن أجمل الروايات حول العلوم وخاصة حول الروبو، لأنه بتفكر وبتساعد الشخص يلي عم يقريها أنه يشوف أنه حتى الآلة بعض الأحيان بيكون في عندها مشاعر، وخاصة بالساقة تبعه لروبو منلاحظ أنه هالروبو عم يتحولوا كشخصية إنسانية وصار عندها مشاعر وعندها أحاسيس. ليروبو لإيزاك أسيموف من أجمل الروايات يلي منقدر نقريها ويلي إلها علاقة بالتكنولوجيا والعلوم.